حكم تقبيل المصحف؟ نعم. عفى الله عنك، ما هو حكم ذلك مع توجيه فعل بعض الصحابة أنهم كانوا يضعون مع إيش؟ توجيه ما يروى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقبلونه ويضعونه على صدره. لا لا أظنه يصح عن الصحابة، هذا بدعة محدثة أخيرا، والصواب أنه بدعة وأنه لا يقبل ولا شيء من الجمادات يقبل إلا شيء واحد وهو الحجر الأسود، وغيره لا يقبل. احترام المصحف حقيقة بأن لا تمسه إلا على طهارة، وأن تعمل بما فيه تصديقا للأخبار وامتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي.